أعود إلى حيث وطني الآمن، ولن يكون في استقبالي هذه المرة غيره، لكنني سأعود. إبراهيم بنات وبرفقة مهنة المتاعب يوثق رحلة عودته إلى الأردن ضمن مبادرة الوطن الآمن التي أطلقتها الحكومة أوائل شهر نيسان الماضي. وبعدسة هاتفه المحمول يوثق إبراهيم الإجراءات الاحترازية المتبعة منذ لحظة الوصول إلى المطار إلى حين الوصول إلى مراكز الحجر الصحي التي خصصتها الحكومة للعائدين من الخارج، والتي سيقضي فيها إبراهيم 17 يوماً. إبراهيم وخلال فترة الحجر الصحي لن يرافقه سوى وطنه، وسيحظى برعاية خطوط الدفاع الأولى في معركة الأردن ضد الفيروس الوبائي كورونا، مع عودة تسجيل حالات إصابة عقب 8 أيام من تسجيل 0 حالة إصابة. مئات من الطلبة الأردنيين اختاروا العودة إلى ملاذهم الآمن جواً مع تغطية نفقاتهم الخاصة، حيث كان الأردن سباقاً في إعادة رعاياه منذ لحظة الإعلان الأولى عن ظهور الفيروس في ووهان، وكان بالجالية الأردنية المتواجدة هناك. التزام إبراهيم وجميع الطلبة والمغتربين العائدين طوعاً من الخارج بإجراءات الحجر الصحي تعد أيضاً الملاذ الآمن الوحيد لجميع الأردنيين للتخلص من الخطر الذي بات يهدد الأردنيين على حد سواء، أكانوا في الداخل أو قادمين من الخارج.